بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، طلب في المحاضرة الثانية لهذا الأسبوع. المعلومات التي تخص الحلقة وما يتعلق بها، نبدأ بسؤالكم: هل من استفسار أو سؤال أو شيء غير واضح مما سبق في المحاضرة السابقة أو ما سبقها؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. آسف دكتور، عادي على الماضي، يعني على المادة السابقة نعم بالبداية. نعم عادي جدا عادي جدا. دكتور، عن المثال الرئيسي، the principal idea. تمام، احنا لما تطلع مثال انت، يعني بس انا مشكلتي انه شلون ابين انه هذا principal idea. انا نظريا اعرفه، بس ككتابة شو اكتب لك؟ هيك جاي يصير عندي. إذا وجدت عنصر بحيث كل العناصر تكتب بدليله نعم، بدلالته، خلاص حافظ إذن هذا عنصر من الحلقة يكون. يعني أي عنصر ينتمي للأيديل أقدر أكتبه على شكل R في أي، تمام، هذا الأي هو المولد، خلاص هذا هو البرهان. اعرف انا، بس اقول ايش نكتب؟ يعني مثلا اردنا نبين لك هذا يعني المفروض يسال في الرينج زاد الاعداد الصحيحه وعمليتي الجمع والضرب الاعتيادي على كاقرب مثال على البرنسبل ايديالز، لان هذا هو برنسبل ايديال دومين. الايديالز الموجوده بكلها كلها برنسبل، نحاول نفرض اي واحد بعده، نفرض مثلا الايديال المتولد بالثلاثه الله. اللي هي عناصر صفر موجب سالب ثلاثة موجب سالب ستة والى ما لا نهايه. افرض انه اني سالتكم قلت لكم هذا ايديال عناصره بهذا الشكل، برهنوا انه هذا برنسبل ايديال. نعم دكتور. اقدر اكتب عناصر هذا الايديال بشكل حاصل ضرب ثلاثة في كل عناصر الزد، إذا قدرت أكتبه بهالشكل أصبح هذا برهان. فنقول أنه الثلاثة نفسها أقدر أكتبها واحد في ثلاثة، ستة أقدر أكتبها اثنين في ثلاثة، التسعة ثلاثة في ثلاثة، وهكذا بصورة عامة. السالب نفس الشيء، يعني سالب ثلاثة أقدر أكتبه سالب واحد في ثلاثة، سالب ستة هو سالب اثنين في ثلاثة، تستمر. بمعنى أنه بهذا الشكل نستطيع we can write all the elements of the set. هذا السيت اللي هو صفر موجب سالب ثلاثة إلى آخره R بالشكل. شنو الشكل؟ الشكل هو R في ثلاثة. واضحة دكتور. إذا هذا ينطيني أن هاي المجموعة تساوي الايديال generated by 3. ممنونة دكتور. يمكن آخر خطوة مو كلش واضحة، هسه وضحت. إيه. هذا برهان. ممنونة. تدللين. بعد سؤال آخر. أمسح هذا اللي على السبورة. بعد أي سؤال أو استفهام؟ دكتور إن شاء الله واضحة عشان. طيب. إذن نستمر في مسيرنا. ونبدأ بالمحاضرة 20 وتعريف 29. إذن
أول شيء نتكلم عنه هذا اليوم هو تعريف 29، ونتذكر أنه إحنا الآن نتجول بأنواع الأيديلز، يعني نحاول نتعرف على بعض أنواع من الأيديلز، وبالذات الأيديلز اللي تنفعنا في هدفنا الرئيسي. إذا تذكرون في بداية السنة قلنا أنه هناك هدف رئيسي، هو ليس الهدف الوحيد ولكنه هدف رئيسي من أهداف دراستنا للرينج، وهذا الهدف هو حل المعادلات الجبرية. هذا هو الهدف الرئيسي من دراسة الرينج، حل المعادلات الجبرية. أول شيء نتعرف عليه بالمعادلة الجبرية هو كلمة جذر، روت، جذر المعادلة. جذر المعادلة يعني العنصر الذي لو عوضناه بدل المجهول الموجود في المعادلة، المعادلة تصبح متطابقة، يعني الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر. يعني مثلا لو كان عندي المعادلة 6x يساوي 3 في الأعداد الصحيحة، الرينج مالتي هو الأعداد الصحيحة. الآن لو عوضت سالب 2 بدل x، 6 في سالب 2 شي يساوي؟ يساوي سالب 12، يعني لا يساوي 3. إذن السالب 2 هي ليست جذر من جذور المعادلة. بينما إذا عوضنا 2، 6 في 2 يساوي قد 12. أيضا نشوف أنه يساوي 3، إذن هو ليس جذر. دكتور الصورة مختفية حاليا. اي حاليا رجع. دكتور حاليا ظهرت. الحمد لله. عندما ينقطع الصوت ويعود، عندما تنقطع المحاضرة وتعود، نعود إلى من أين انقطعت. فمن أين انقطعت؟ دكتور لما عوض مدينة طلعت 12. ها تمام. إذن عوضنا 2 طلعت ايضا 12، ايضا لا تساوي 3. عوضنا النصف تساوي 3، اذا النصف هو جذر. اذا نصف is a root. طبعا هاي مو طريقة لحل المعادلة، احنا نتكلم عن تعريف شيء معين، نتكلم عن تعريف الجذر. هاي واحدة من النقاط اللي نتكلم عنها عند حل المعادلات الجبرية. الجذر عندنا بصورة عامة من دراستنا، منذ دراستنا في الإعدادي أو في المتوسطة أو ما قبلها، الجذر رأساً يروح بالنا إلى التربيع والتكعيب وإلى آخره. يعني نقول مثلاً جذر 36 يساوي 6، الجذر التكعيبي للثمانية يساوي 2. هذا الجذر نحتاج إلى تعريف إلى بالرينج،
مو بالشكل اللي موجود بالأعداد الحقيقية. ليش؟ لأنه المعلومات اللي تعلمناها عن الجذر بالأعداد الحقيقية مو دائما موجودة في كل رينج. يعني على سبيل المثال لما نقول معادلة X تربيع يساوي 5 مثلا، هذه المعادلة X تربيع يساوي 5 في الأعداد الحقيقية اللي هو field، وهي مجموعة كاملة وبها خواص جدا ضخمة، فبالأعداد الحقيقية ومع عمليتي الجمع والضرب الاعتيادية على الأعداد الحقيقية هذه المعادلة لها جذرين فقط، لا أقل من جذرين ولا أكثر من جذرين. بينما لو أخذنا هذه المعادلة في زد 25 قد نجد أن هذه المعادلة لها 4 جذور، قد أقول. فالمفاهيم اللي احنا تعلمناها مو كلها تنطبق على الحلقات، نريد نشوف شلون ننقل هاي المفاهيم. ما ينطبق دائما وما لا ينطبق، اذا لا ينطبق في اي وقت ينطبق هذا المفهوم؟ فحتى نتعلم هذه الاشياء تجولنا بانواع الايديالز، عرفنا شنو ماكسيمال ايديال، عرفنا شنو برايم ايديال، اليوم راح نعرف الراديكال اللي هو يتعلق بالجذر. تعريف 29 عندي commutative ring with identity، I هو ideal، فإن radical ideal of I، radical ideal of I و denoted by جذر I، رمز الجذر و تحت الجذر رمز الايديال اي. هذا الراديكال يتالف من كل العناصر اي، كل العناصر ار نسميها بالتعريف، كل العناصر ار بحيث ار اس ان موجود في اي لبعض قيم ان، for some n ينتمي إلى z زائد. إذن هو نفس فكرة الأس والجذر. يعني مثلا x أس 4 يساوي 2، لحل هاي المعادلة نأخذ الجذر الرابع للطرفين. الجذر الرابع لx أس 4 يساوي الجذر الرابع للاثنين. الآن الجذر الرابع للاثنين هو عدد غير صحيح، فما هو الجذر الرابع للاثنين؟ تعريفه هو العدد الذي لو ضرب في نفسه 4 مرات كان الناتج 2. إذن العدد اللي خلينا نسميه S اللي لو رفعناه للقوة 4 يكون الناتج 2 اللي هو هذا هاي المعادلة اللي بدأنا بيها. فهذا الاس هو الجذر الرابع للاثنين، فلو رفعناه للقوة 4 يكون الناتج مساوي 2. إذن راديكال الاي اللي هو جذر الاي، جذر الايديال، هو العناصر اللي لو رفعناها إلى قوة معينة يكون الناتج عنصر من عناصر الايديال اي. طبعا هنا يقول for some n ينتمي إلى z plus،
يعني عدد صحيح موجب. الآن عدد صحيح موجب for some and بمعنى أنه بعض العناصر لو رفعناها إلى قوة تربيع يكون الناتج موجود بالآي، بعض العناصر الأخرى لو رفعناها للقوة تكعيب يكون موجود في آي، الآخر لو رفعناها للقوة 10 يكون موجود في آي. إذن مو ثابت مثل ما كان الجذر كذا للعدد، يعني الجذر التربيعي للعدد 25، الجذر الرابع للعدد 2، هذا جذر محدد. أما جذر الآي مو محدد، مو جذر تربيعي أو جذر تكعيبي أو لا، هذا كل العناصر التي لو ضربت في نفسها عدد من المرات يكون الناتج موجود في الايديال اي. هذا مفهوم الراديكال، مفهوم الراديكال. إذن هذا تعريف الراديكال اوف اي. خلينا نشوف المثال اللي بعده اللي شوي ينطينا بعض التوضيحات للفكره. المثال 33 عندي في زد، في زد مع عملية الجمع والضرب الاعتيادية على الأعداد الصحيحة، لو أخذ الايديال اللي أسميه 8 زد اللي هو حاصل ضرب 8 في كل عناصر الرينج زد اللي هو الايديال المتولد بثمانية، شنو عناصر هذا الايديال؟ عناصر هذا الايديال هو صفر موجب سالب ثمانية موجب سالب 16 وهكذا. الان الجذر للاي 1، هذا اي 1، جذر اي 1 هو كل العناصر اللي لو رفعناها القوة معينة يكون الناتج أحد هذه الأعداد. ففي جذر الـ I1 راح نشوف العناصر 2 4 8 وهكذا اللي هي 2 زد. يعني الآن إذا نجرب على عناصر الايديال 2 زد راح نلقى أي عنصر موجود في 2 زد إذا رفعناه لقوة معينة يكون الناتج عنصر من عناصر I1. إذا لاحظوا أنه طبعا هذا يحتاج إلى وقت، يعني نشتغل على عناصر الـ 2Z ونجرب. المفروض إحنا ما نعرف أنه هاي العناصر هي 2Z، المفروض أنه نروح لعناصر الـ I1 ونجرب على عناصر الـ Z نشوف شنو العدد اللي لو ضربناه في نفسه كذا مرة يكون الناتج موجود في I1، نجيب هاي العناصر نجمعها في مجموعة نسميها جذر I1. احنا هيك سوينا، جربنا على عناصر Z عنصر عنصر ضربناه في نفسه كم مرة، فالعنصر اللي شفنا الناتج يكون موجود في Z في I1 جبناه خليناه بالمجموعة هاي، من حطينا هذه العناصر لقيناها تساوي المجموعة 2Z، تساوي الايديال 2Z. وضحت الفكرة؟ واضحة دكتور. يعني احنا نروح على المجموعة دكتور ونخلي كل عنصر من عناصرها مطلوع على، خلي نجرب هالشكل. يعني نيجي ناخذ عناصر الزد
اللي هي 0 1 0 موجب سالب 1 موجب سالب 2 موجب سالب 3 والى ما لا نهايه. وهنا لانه بعد ما يبين لنا نصعد فوق ونجرب. طبعا الصفر اذا نضربه في نفسه يبقى صفر، والصفر موجود في I1. اذا الصفر نحطه بالمجموعة. الواحد لو نضربه في نفسه 10 مرات، مليون مرة، كذا، الناتج شو يكون؟ واحد. الواحد ما موجود هنا، اذا ما راح نكتبه. يعني واحد أس 3 يساوي واحد، واحد أس 10 يساوي واحد، واحد أس 9,995,785 يساوي واحد. إذا يعني فشيء معروف أنه الواحد يضرب في واحد أي عدد من المرات يبقى الناتج واحد. هذا هو الايدنتيتي. إذا الواحد لا ينتمي إلى جذر I1. نروح إلى طبعا سالب واحد كذلك. سالب واحد مرة راح يطلع واحد، مرة يطلع سالب واحد. يعني سالب واحد تربيع يساوي واحد، سالب واحد تكعيب يساوي سالب واحد، سالب واحد أس 4 يساوي واحد. يعني إذا ضربناه في نفسه عدد زوجي من المرات يكون الناتج واحد، إذا ضربناه في نفسه عدد فردي من المرات يكون الناتج سالب واحد. إذن لا الواحد ولا السالب واحد موجود في I1. إذن السالب واحد أيضا لا ينتمي إلى جذر I1. نروح إلى الاثنين. اثنين نضربها في نفسها يصير ناتج 4. 4 نضربها في نفسها مرة ثانية يعني 2 تكعيب والناتج 8. 8 موجودة في I1، إذا 2 موجودة في جذر I1. نروح إلى سالب 2. سالب 2 نضربها في نفسها يصير الناتج 4. نضربها في نفسها مرة أخرى يعني سالب 2 تكعيب يكون الناتج سالب 8. سالب 8، سالب 8 موجود في I1، إذا سالب 2 موجود في جذر I1. وهكذا إلى أن نحصل على عدد من العناصر راح نكتشف من خلال العناصر اللي أوجدناها أن هاي العناصر تمثل 2Z. تمام، وضحت؟ واضحة. طيب الحالة الثانية، المثال الثاني، I2 هي 6Z. جذر I2 يساوي 6Z. جربوا مثل نفس هاي الطريقة راح تشوفون انه جذر هذا الايديال هو نفس الايديال. وضحت؟ واضحة. والى ناخذ الاي 3 اللي هي 12Z، نلقى انه جذر اي 3 هذا اكو خطأ طباعي بالمثال الثالث. جذر اي 3 مو جذر اي 2، جذر I3 أيضا 6Z. ننتقل إلى برهنة بعد الاتصال. موجود تسمعوني؟ نعم دكتور، سمعت. تمام، سمعت دكتور. ننتقل إلى المبرهنة التالية. المبرهنة هذه تنطينا بعض خواص الراديكال. المبرهنة 35
تقول عندي brain commutative with identity و I و J هو two ideals of R. فإن أولا جذر الايديال radical هو ideal. سبسيت من جذر I. الآي سبسيت من جذر I. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه إذا كان I جزء من J فإن جذر I سبسيت من جذر J. الراديكال لI سبسيت من الراديكال لJ. يعني أن الراديكال يحافظ على السبسيت. المعطى الثالث، النتيجة الثالثة في هذه المبرهنة، أن الجذر يتوزع على التقاطع. I تقاطع J يساوي جذر I تقاطع جذر J. الرابع يقول راديكال للراديكال جذر جذر I. الراديكال للراديكال هو نفس الراديكال. يعني الجذر كل ما أخذنا جذر أكثر ما يتأثر، يبقى نفسه. تمام. يعني تركت فراغ لأنه أريد أسألكم واجب بيتي. شوفوا لي العلاقة بين جذر I اتحاد J مع جذر I اتحاد جذر J. هل هما متساويان أم لا؟ جذر راديكال لI اتحاد J هل يساوي راديكال لI اتحاد راديكال لJ؟ هذا هومورك. هذا هومورك، يعني علامة الاستفهام هذه انتم اللي راح تزيلوها. تشوفون شنو النتيجة، هل هما متساويان؟ هل الأول سبسيت من الثاني؟ هل الثاني سبسيت من الأول؟ أو لا يوجد علاقة بينهما؟ واضح؟ واضح دكتور. طيب برهان هذه الأربع خطوات، الأربع نتائج سهل جدا، و يعني ما يحتاج الكثير من العناء. خلي نتجول واحد بعد الآخر نشوف برهان الخطوة الأولى، برهان النتيجة الأولى. المفروض أن نبرهن أنه راديكال هو ايديال. إذا لازم نبرهن الشرطين اللي هو ناخذ أي عنصرين في راديكال I ونبرهن أنه الفرق بينهما موجود وحاصل ضرب أي عنصر من الراديكال في أي عنصر من الرينج موجود. يعني شروط الايديال هاي لازم نبرهنها. فما عندنا مشكلة كبيرة في الموضوع لأنه المسألة تتعلق بقوانين الأسس، قوانين القوى. لاحظون أنه إذا أخذنا أي سالب بي ورفعناه إلى قوة N زائد M فراح يكون الناتج هو summation إلى A أس K في B أس N زائد M سالب K. هذا طبعا قانون منين جبناه؟ هذا القانون يسمى قانون مفكوك ذي الحدين. مفكوك ذي الحدين يعني
الفكرة أنه لو كان عندي A زائد B مرفوع للقوة N، فالناتج مالت هذا القوس المرفوع للقوة N شو يساوي؟ يمكن فشي دائما احنا نستخدمه، لو كان A زائد B تربيع، فش راح يكون؟ راح يكون مربع الأول زائد ضعف الأول في الثاني زائد مربع الثاني. هذا احنا حافظين لأنه سهل ودائما نستخدمه، بس هو هذا جبناه من تخصيص للقانون العام اللي هو A زائد B أس N يساوي، كفكرة اللي نسميه مفكوك ذا الحدين، اللي هو A أس N زائد توافيق N واحد لA أس N ناقص واحد في B أس واحد زائد توافيق N لاثنين في A أس N ناقص اثنين في B تربيع، وهكذا إلى أن آخر شيء نصل إلى B أس N. دكتور فقط ما زلنا هذا قانون مفكوك ذي الحدين، قانون يسمى قانون مفكوك ذي الحدين. الصيغة العامة إلى هو اللي كاتبيها الآن في البرهان، هذا الصيغة العامة للحد النوني، الحد اللي تسلسله N أو الحد الرائي نسميه كيفكم، من مفكوك ذي الحدين لمفكوك A سالب B أس N زائد M. واضح؟ مو مشكلة عندنا هذا القانون شلون ومنين جبناه وكذا، ممكن انه نجيبه من كتب الجبر للمتوسطة او الثانوية، ممكن انه نجيبه من الانترنت، نقول مفكوك ذي الحدين، قانون مفكوك ذي الحدين، ويطلع لكم هذا القانون. المهم انه هذا معناه ان الفرق بين الـ A و B هو يتألف من حدود، الحدود هذه تتألف من حاصل ضرب A مرفوعة لقوة مضروب في B مرفوعة لقوة، بما أن الـ A موجودة في الراديكال معناها A لقوة معينة موجود في الـ I، B موجود في الراديكال إذن B لقوة معينة موجود في الـ I، إذن حاصل ضربهم موجود في الراديكال. إذن الفرق بين A و B موجود في الراديكال. وضحت؟ الضرب جدا سهل، لأن هو العنصر راح ناخذه موجود في الراديكال، معناها نرفع على أي قوة موجود في الـ I. بما أن الـ I ideal، أي عدد أي عنصر من الرينج نضربه في هذا العنصر فيكون ناتج موجود في I، إذن الجذر مالته موجود في الراديكال. طيب الثانية، برهان النقطة الثانية، طبعا احنا برهنا بهذا الكلام، برهنا ان الراديكال هو ايديال، يبقى العباره اللي تقول ان الاي سبسيت من جذر اي، هنا انا ما متكلم عنها بس انتم تقدرون تجاوبون عليها بسهوله، عليكم انتم جاوبوا شلون ان الاي سبسيت من I subset من جذر I. إجابته جدا سهلة. طيب نروح إلى الخطوة الثانية، الجزء الثاني من المبرهنة، نريد نبرهن أنه إذا كانت الـ I subset من الـ J فإن جذر I subset من جذر J.
فناخذ عنصر موجود في جذر I. إذا العنصر موجود في جذر I نثبته موجود في جذر J، معناه أثبتنا السبسيت. فإذا كان هو موجود في جذر I معناها إذا نرفع لقوة معينة راح يكون موجود وين؟ في I. زين، إذا كان موجود في I والI هي سبسيت من الJ، إذن هو موجود في الJ، إذن راح يكون موجود في جذر J، لأنه من رفعناه إلى قوة معينة صار موجود في الJ، إذن موجود في راديكال J. يعني الكلام اللي مكتوب أمامكم، أخذنا أي أي تنتمي إلى راديكال I، هذا معناه أن أي أس أن موجودة في I. الI هي جذر، عفوا هي جزء من J، هي جزء من J، فإذا معناها أن أي أس أن تنتمي إلى J. فالاي اس ان تنتمي الى جي معناها الاي تنتمي الى راديكال، هذا ينطيني ان الاي تنتمي الى راديكال جي. يعني هو تعريف راديكال شنو هو؟ هو العنصر الذي لو رفعناه الى قوه معينه يكون موجود في الايديال. فاحنا رفعناه لقوه ان لقيناه موجود في جي، اذا هو نفس العنصر اي موجود في راديكال جي. الثالث أن الجذر الراديكال يتوزع على التقاطع، فمعناها لازم نبرهن أن المجموعة راديكال I تقاطع J هي سبسيت من راديكال I تقاطع راديكال J، والعكس أيضا أن راديكال I تقاطع راديكال J هو سبسيت من راديكال I تقاطع J. يعني نبرهن خطوتين جزئين، نبرهن أن تقاطع I تقاطع J راديكال لـ I تقاطع J سبسيت من راديكال I تقاطع راديكال J، وأيضا نبرهن أن راديكال I تقاطع راديكال J هو سبسيت من راديكال I تقاطع J. يعني A سبسيت من B و B سبسيت من A يعطينا أن A تساوي B. فأيضا بشكل سهل وسريع جدا نلاحظ أن راديكال لـ I تقاطع J هو سبسيت من راديكال I. ليش؟ من الخطوة اللي قبلها الاي تقاطع جي هو سبسيت من اي، اي ويا يا بابا وياك دكتور. نعم استاذ ويا. اللهم صل على محمد وعلى اي تقاطع راديكال، راديكال لآي تقاطع جي هو سبسيت من راديكال آي. ليش؟ لأن آي تقاطع جي هو سبسيت من آي. تقاطع مجموعتين هو سبسيت من كلا المجموعتين، يعني آي تقاطع جي هو سبسيت من آي، وآي تقاطع جي هو سبسيت من جي. هذا من معلوماتنا عن التقاطع في السيت ثيوري، في نظرية المجموعات اللي درسناها المفروض في الأسس الصف الأول. أي مجموعتين ناخذ التقاطع بيناتهم راح يكون التقاطع سبسيت من المجموعة الأولى وسبسيت من المجموعة الثانية. نرجع لل الفقرة الثانية من المبرهنة اللي برهناها قبل شوية. إذا I سبسيت من J فراديكال I سبسيت من راديكال J، فإذا كان هذا كأنه A، هذا كأنه B،
اي سبست من بي معناها راديكال اي سبست من راديكال بي. فهذا سبست من اي تقاطع جي سبست من اي، اذا راديكال اي تقاطع جي هو سبست من راديكال اي. وبنفس الطريقه الراديكال لاي تقاطع جي هو سبست من راديكال جي. فالمجموعة اللي هي سبست من الأولى وسبست من الثانية راح تكون سبست من التقاطع. هذا ينطيني أن راديكال I تقاطع J سبست من راديكال I تقاطع راديكال J. هذا أيضا من معلوماتنا عن السبست عن المجموعات. إذن برهنا الاتجاه الأول أن راديكال I تقاطع J هو سبست من راديكال I تقاطع راديكال J. نروح إلى الاتجاه الثاني، أريد نبرهن أن راديكال I تقاطع راديكال J هو سبست من راديكال I تقاطع J. فنأخذ عنصر ينتمي إلى راديكال I تقاطع راديكال J، فمعناها موجود في راديكال I وموجود في راديكال J. إذا موجود في راديكال I معناه نرفع القوة معينة يكون موجود في I، موجود في راديكال J نرفع القوة M يكون موجود في J. إذا هذا موجود في I وذاك موجود في J معناها A أس N M موجود في I تقاطع J. ليش ان اي العفو اي اس ان ام؟ تذكرون من قوانين الاسس عند الرفع تضرب الاسس، يعني اي اس ان اس ام هذا يساوي اي اس ان في ام عند الرفع تضرب الاسس. فاذا كان الاي اس ان موجود في I والأي أس أم موجود في J، إذن أي أس أن في أم موجود في I تقاطع J أيا كانت واحدة من أكبر من الثانية، يعني لو الأن أكبر من الأم لو الأم أكبر من الأن، فمن نرفع الأي للأن ثم نرفع للأم يضمن لنا الاثنين معا. وضحت الفكرة؟ طيب إذن هذا ينتمي إلى I تقاطع J، إذن معناها الأي ينتمي وين؟ إلى جذر I تقاطع J. هذا يعني أن الأي تنتمي إلى راديكال I تقاطع J. إذن أصبح راديكال I تقاطع راديكال J سبست من راديكال اي تقاطع جي. اذا برهنا الجزء الثاني، اذا المجموعتين تتساوى الاي دي لين يتساوى. الرابع، من الواضح هنا ايضا تساوي، فنبرهن الاولى سبست من الثانيه الثانيه سبست من الاولى. فمن الواضح ان راديكال اي هو سبست من راديكال راديكال. ليش؟ لأن الآي سبست من الراديكال، فشيلوا جذرين من الطرفين، يعني طبعا ما من حقنا احنا نشيل الجذر من الطرفين، بس قصدي يعني بشكل غير كرموز. كرموز احنا برهنا ان آي سبست من راديكال اي، فاما انه تخلون راديكال راديكال يعني راح يصير راديكال اي سبست من راديكال راديكال اي، او العكس. هذا لو شلنا من عند احد الجذرين، يعني نشيل جذر من الطرفين، يعني كانه ربع الطرفين، طبعا ما من حقنا احنا نربع ولا من حقنا نشيل جذر، لكن لأنه برهنا
في الفقرة الأولى، الصور الأولى، نعم دكتور الأولى. لا الفقرة، نعم الفقرة الأولى برهن أنه I subset من جذر I، فمعناها راديكال الاي سبسيت من راديكال راديكال اي. اذا يقول انه الاتجاه الاول واضح. هسه نروح للاتجاه الاخر. نفرض انه اكو عنصر ينتمي الى راديكال راديكال اي. هذا معناه ان اي اس ان موجود في راديكال اي. مو هذا تعريف الراديكال؟ نعم دكتور. طيب اذا اي اس ان موجود في راديكال اي معناها اي اس ان مرفوع القوة ام موجود في اي. اذا اي اس ان ام موجود في اي معناها الاي نفسها وين موجودة؟ بالراديكال. في راديكال، إذا أي تنتمي إلى راديكال أي. أصبح راديكال راديكال أي يعني دبل جذر مرتين هو سبسيت من جذر مرة واحدة. إذا برهنا أنه الأولى سبسيت من الثانية، الثانية سبسيت من الأولى، إذا يتساويان يعني. وهو المطلوب. واضحة هذه المبرهنة؟ واضحة دكتور. منو عنده سؤال عليها؟ منو عنده استفسار؟ عن أي شيء تكلمنا عنه في هذه المحاضرة؟ إذا أحد عنده استفسار أو سؤال؟ إذن إذا لا يوجد سؤال نعطيكم واجب بيتي بسيط. نعطيكم واجب بيتي بسيط. في زد 16 اللي هو عناصر 0 1 2 الى 15. زد ان الان معناتنا 16، هذا رينج مع عملية الجمع والضرب الاعتيادية على زد ان، يعني الجمع 16 والضرب موديلو 16. الايديال اللي هو 0 3 6 9 الى 15. اكو هنا عناصر الى 15. هذا الايديال اوجدوا لي الراديكال مالته. تمام. هذا واجب بيتي. لهنا اكو سؤال؟ واضحه دكتور عشان اذا الى محاضرات قادمه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.